ازاي يا حكومة تقدري تقفي مع الشعب في الوقت ده بكل قوة، وازاي يا شعب تحط ايدك في ايد بلدك عشان الدنيا تمشي. انا حاطط شوية اقتراحات، اتمنى لكل مسؤول بيسمعني انه ياخدها وياخدها بحسن نية، لاني انا مواطن بعبر على مواطنين في الاعلام وبقول كلامهم. لازم اولا نعمل اغاثة عاجلة للفقراء والمهمشين، نعمل برامج حماية اجتماعية زيادة عن المبالغ اللي بتقدم، ننقذ الناس، نقف معاها شوية قدام جنون الاسعار. اتنين، لازم نشوف حل نرفع العبء عن الطبقة المتوسطة، هذه الطبقة التي اكتوت، هذه الطبقة التي تآكلت، هذه الطبقة التي دفعت الكثير. هذا واحد بياخد له 6000 ولا 7000 ولا حتى 10000 جنيه هيعمل بيه ايه؟ عارف يأكل؟ عارف يدفع كهرباء؟ وما أدراك ما الكهرباء؟ هيدفع مية؟ هيدفع سكن؟ وقس على ذلك مدارس غيره وغيره، مواصلات غيره وغيره، فيما تاخدش ربع المبلغ ده ما بيحصلش. فاحنا محتاجين الطبقة المتوسطة يرد لها الاعتبار، نشوف اي اجراءات تقدر كل الجهات المعنية تحاول تقعد وتجتمع، نعمل خطة انقاذ نسند بها الناس، نستر بها الناس الى ان تتحسن الاحوال. الدولة عليها مسؤوليات، ومسؤوليات كبيرة. أنا عايز نفكر سريعا يا جماعة في إن احنا ننتهي من قانون البناء الموحد، قانون التصالح على مخالفات البناء، مفروض خلال الأيام الجاية تعمل ماشي، إنما الأهم والأخطر قانون البناء الموحد. احنا لينا 4 سنوات الناس متعطلة وقاعدة ببيتها وقافلة عليها بيوتها. طب ليه؟ طب ليه؟ حد يقنعني، اقنعيني يا حكومة، ليه احنا قانون البناء الموحد لغاية دلوقتي ما طلعش؟ موجود في مجلس الشيوخ بس لسه في احدى اللجان. كل يوم بيعدي المقاولين والمرتبطين بمهنة البناء بيزداد تعبهم وفقرهم ومشاكلهم وازماتهم. وانا ضربت امثلة قبل كده بناس راح تدور لها على اي شغلانة في توك توك ولا في غيره، ولا ان شاء الله يشتغل عامل اجري، اكتر من 135 مهنة مرتبطة بده. طب يا حكومة انا اعذرك في حاجات، بس دي اعذرك فيها ازاي؟ وصوتنا اتنبح اتنبح. فانتوا يا بتحترموا الرأي العام وتحترموا الاعلام، يا اما ده ما بيحصلش. دي خطوة مهمة جدا تخفف على النظام عبء ازمات كتيرة جدا، تخفف على الدولة عبء انظام كتير، تخفف على الناس اللي قاعدة في بيوتها، البناء اللي توقف تماما. طب ليه؟ عاوزين ننهي التعقيدات الإدارية، التعقيدات الإدارية اللي بتطفش أي حد، اللي الواحد ينزل عشان يحل مشكلة يطلع متعقد. لازم يبقى فيه إجراءات عنيفة في مواجهة أي حد بيكفر الناس ويطفشها من حياتها. لا، كفاية بقى، كفايه الفساد الاداري اللي تحت ده موجود، مفيش حاجه تقضيها الا اذا كنت تاخد فوق الدرج، ما بقاش في الترابيزه، ما تبقاش فيه درج دلوقتي. لازم نشوف اجراءات، لازم ناخد قرارات. احنا في حاله حرب، احنا يا جماعه في حاله حرب. نوقف اي ضرائب جديده او اي رسوم جديده، لان الناس ما عادش عندها ما يساعدها. بنتمنى نخلص ونفرج عن مستلزمات الانتاج اللي موجوده، والمواد اللي موجودة، والحاجات اللي موجودة في الجمارك. الرئيس قال من فترة اعملوا كذا وكذا، وافرج عن حاجات فعلا، لكن في حاجات لسه موجودة. اليوم بسنة ما ينفعش، عايزين نعدي، عايزين ناخد اجراءات غير تقليدية نخلص الناس من هذه الازمة. عاوزين نشدد الرقابة ونفعل دور الاجهزة الرقابية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الجهات المعنية، ينزلوا ويشوفوا ايه اللي بيحصل، ونقدر نقف على حقيقة ما يجرى. مش معقول انا اشتري سلعة من تاجر والتاجر اللي جنبه بسعر تاني واللي جنبه بسعر تالت
وبعد ساعة أو ساعتين الأسعار بتتغير وترتفع ولا تنزل. استمرأوا هذا الأمر، في ناس استمرأت هذا الموضوع. لازم ناخد موقف من تجار الأزمات، لازم يبقى في إجراءات قوية شعبية ورسمية ضد اللي بيعملوا ده. لازم يا جماعة ندي أمل للناس، الشعب المصري بيعيش بالأمل وعايز دايما يحس ان صناع القرار معاه على الخط. يعني مثلا انا ازاي بطلب ان الشغل يشتغل والدنيا تتم والناس تجري وحركة المحافظين واقفة وعدد كبير من المحافظين قاعد ساكت مستني، مش عارف يا عيني قاعد ولا ماشي فبيستنى. طب ليه؟ مع ان الحركة جاهزة موجودة. طب ليه؟ لازم نغير بعض أصحاب المناصب اللي أثبتوا فشلهم في الفترة الماضية. لازم يبقى في حركة في الشارع. كل الناس يا جماعة احنا معاكم وبنغير وبنودي، ولا الناس دي كلها فرضت علينا إلى الأبد؟ ما ينفعش. لازم نشيل العقبات اللي بتعترض الاستثمار والمستثمرين، وأي حد يكون عنصر طارد للاستثمار لازم يسيب مكانه ويتحاسب، لان في ناس عارفه تاسس الشركه ولا عارفه تدخل استثمار، ولا انا عندي الظروف الطبيعيه رغم كل كلام القياده السياسيه اللي تجذب الناس للاستثمار. ده في مستثمرين مصريين للاسف لما بيطلعوا او بياخدوا موقف او بيعتزلوا او بيقفلوا بيدي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي. لازم نعرف ده كويس قوي. لازم نسأل نفسنا ليه مش ناجحين في جذب المستثمر. لازم نسأل، لازم نطلق القيود التي تعرقل القطاع الخاص من أداء مهامه. لازم، أنت عايز استثمار وعايز فلوس وعايز أموال وعايز عملة أجنبية، نوفر البيئة. احنا عملنا البيئة التشريعية وعملنا البنية التحتية، لكن الجهاز المتشبث البيروقراطية اللي بتعقد أي حد ما زالت هي اللي بتحكم حركة الاستثمار، وأنا مش عارف ده ليه يعني. وعشان الجو العام يمشي كويس، أنا عايز بسرعة يبدأ الحوار الوطني في استدعاء الناس وسماع رأيهم. لازم أفعل الحوار الوطني وطبق قراراته. ده حوار دعا اليه الرئيس من سنه، ما يقارب السنه. هو لسه مجلس الامناء هيقعد يجتمع ويبحث ويناقش واحنا داخلين على السنه الثانيه؟ طب ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما نجتمع واقعد واسمع الناس في المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، وعندي لائحه وعندي مدونه سلوك ورئيس الجمهورية قال أنا هحضر. إحنا عايزين نشوف القرارات ونفعلها. آه في ناس بتغالي، ماشي أوكي، يترد عليها، تتسمع ويترد عليها. إنما مطلوب بالفعل إن أنا أعمل ده. ليه؟ عشان كل الزهور تتفتح. أنا عايز كل مؤسسات المجتمع المدني ترجع تاني، أحزاب، نقابات، كله كله يرجع تاني ونتفاعل، يبقى في مشاركة سياسية حقيقية. يبقى في امل لبكره، يبقى انتخابات مجلس النواب الجايه يبقى فيها انتخابات حره وجاده حقيقيه. ما يجيش مجلس النواب الا اللي ينتخب من الشعب. عايزين ده. عايزين نوصل الى نتائج بصراحه تضع مصر على طريق الانطلاق. مش احنا قلنا مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، احنا عايزين ده. احنا عايزين ده يتحقق. احنا عايزين نشجع الزراعة والصناعة، وقلنا ده ألف مرة. يا جماعة اقعدوا في اسمعوا الصناع، ويمكن اتعمل اجتماع اليومين اللي فاتوا مع اتحاد صناعات وده كويس، وتم اعتماد حوالي 50 مليار جنيه لمعوقات الصناعة وفك أزمة العمالة وغيره. كويس، عايزين بقى ده يستمر. عايزين نسمع الناس ونسمع مشاكلهم وتتحل المشاكل أول بأول أول بأول، ونشوف إيه العقبات اللي موجودة وإيه اللي بيمنع الناس من إنها تحقق مطالبها بكل يسر وبكل سهولة.
احنا لو قدرنا نعمل ده هننطلق. لو فضلنا مكتفين الدنيا بمشاكل وتعقيدات من فئات كتيرة احنا كده خلاص. لازم نعرف ان الشعب المصري ده شعب ذكي، ولازم نعرف ان الشعب المصري ده ما بيسكتش على اي ظلم موجود في اي هيئة او مصلحة، ولازم نعرف ان انين الناس عالي وكبير. وانا الكلام اللي بقوله ده لمصلحة الدولة المصرية، وانا بقوله من قلبي ومن وعي بحقائق التاريخ اللي احنا عشناه على مدى سنوات طوال. لما بنسمع الكلام ونسمع صوت الشعب بنقدر نبني بلدنا بشكل كويس، وبنقدر ننطلق للأمام. لكن ما يبقاش رئيس الدولة في وادي والآخرين في وادي، كل واحد شغال بمزاجه، ما ينفعش. خطة قوية لإنقاذ البلد، خطة قوية للخروج من المأزق الراهن، واحنا عندنا الإمكانية وعندنا البنية التحتية، وحققنا مشروعات وإنجازات ما كانش ممكن تتحقق في عقود من الزمن، اتوجدت واتبنت بجهد وكفاح المصريين ومؤسسات الدولة المصرية. طب ايه اللي ناقصنا؟ ايوه ناقصنا ننطلق، ناقصنا نحط ايدنا على الجرح، ناقصنا نستبعد اي حد بيعرقلنا في مهمتنا، ناقصنا نلم الناس حوالينا، نحتوي الناس، نسمع رجال الدولة، نسمع الناس اللي تعبانة وشقيانة، نسمع أصحاب الآراء الوطنية حتى ولو اختلفنا معهم. نقدر في اللحظة دي نعيد بناء أشياء كثيرة جدا. أخطر قضية هي قضية الثقة والولاء. إذا لم تتواجد الثقة، إذا الناس كرهت كل حاجة، أعرف إن ده خطر على الدولة وخطر على كيان المجتمع. أعرف تماما إن البلد دي فيها من العقول وفيها من الناس وفيها من البشر ما يستطيع أن يبني دولا وليس دولة. وإحنا بنشوف المصري لما بيطلع بره بيعمل إيه، وبنشوف الكوادر لما بتطلع وتتمسك بمهنيتها في مناطق كثيرة ودول كثيرة إزاي الآخر الأجنبي أو العربي بيتمسك بيها. لازم نعرف إن إحنا أمة عربية نتكاتف مع بعضنا البعض. لازم إخواننا العرب يعرفوا أن الأمن القومي هو كل لا يتجزأ، كلنا أمة واحدة. بنعاني لكن دايما مصر بتقدم إيدها للجميع، للأشقاء وللبشر في كل مكان، لأن ده يعني دورنا المحوري، وإحنا ما بنتجملش على حد، بالعكس أشقائنا وقفوا معانا وبيقفوا معانا دايما، وما نقدرش ننكر ده بأي حال من الأحوال.